أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العلي العظيم. أمامنا العمر طويل، إن لم أعمل اليوم سوف أعمل غدا، الفرص كثيرة إن فوتت فرصة، كلمات ملؤها خداع العقل، كلمات مدمرة لحياة الإنسان. كلمات توجب ندما كبيرا للشخص. تفويت الفرص، تضييع العمر، في حديث شريف مشهور عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تؤخر عمل اليوم إلى غد، وأمض لكل يوم عمله. يقول الشاعر: لا تؤخر عمل اليوم لغد. قاله الكرار: فاسمع تعتمد، أمض في أيامك الأعمال قد لا ترى يوم غد أصلا أبد. من قال لك أنك سوف ترى يوم غد؟ من حولنا من الأموات كم كان ينوي أن يؤدي أعمالا في غد ما رآه؟ عامة الأموات هكذا: غدا سوف أعمل، غدا كان هذا الشخص من الأموات.
امض في أيامك الأعمال قد لا ترى يوم غد أصلا أبد، قد لا ترى. مشكلة ثانية، ربما ترى يوم غد ولكن لا توفق لذلك العمل الذي فوتته في أمسك. أيضا هذا في حياة كل واحد منا كثير كثير. نوى الإنسان أن يأتي بعمل ما أتى به، قال سوف أأتي به في يوم غد، يوم غد أدركه ولكن ما وفق للعمل. هذه مشكلة ثانية، حديثنا ليس عن هاتين المشكلتين. المشكلة الأولى قد لا ترى يوم غد، المشكلة الثانية قد ترى يوم غد ولكن لا توفق. كلامنا ليس عن هاتين المشكلتين، هناك مشكلة ثالثة. وهي مشكلة تفويت القمة على نفسك. فرضا المشكلة الأولى ما حصلت، أدركت يوم غد، والمشكلة الثانية أيضا ما حصلت، وفقت لذلك العمل في يوم غد. توجد هناك مشكلة؟ نعم مشكلة. مشكلة ثالثة أنك فوتت على نفسك القمة. يعني ماذا؟ أسأل منكم سؤالا، كم من الناس تخرج من الابتدائية؟ كثير كثير من الناس. سؤال ثاني، كم من الناس تخرج من المتوسطة؟ بالتأكيد العدد أقل بكثير ممن تخرج من الابتدائية. سؤال ثالث، كم من الناس تخرج من الثانوية؟ بالتأكيد العدد أقل بكثير ممن تخرج من المتوسطة. اصعد اصعد، العدد يقل 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 العدد. كم من الناس حصل على ماجستير؟ كم من الناس حصل على شهادة دكتوراه؟ بالتأكيد أقل ممن حصل على شهادة الماجستير. كم من الناس حصل على مراحل علمية أعلى من الدكتوراه؟ بالتأكيد أقل بكثير، أقل بكثير ممن حصل على شهادة الدكتوراه. تصعد تصعد تصل إلى درجة ربما في بلد يضم ملايين لا يصل أحد إلى هذه الدرجة إلا شخص واحد أو اثنان أو أحيانا ولا شخص واحد. يعني ماذا؟ سؤال آخر، كم الفرق في القيمة، كم الفرق بين مرحلة الحصول على شهادة الماجستير والحصول على شهادة الدكتوراه؟ كم الفرق؟ القيمة كم تختلف؟ تختلف اختلافا كبيرا. الذي وصل إلى مرحلة أعطي شهادة دكتوراه بالنسبة إلى من حصل على شهادة الماجستير في نفس التخصص، هناك فوارق دقيقة مهمة جدا. هذا الذي حصل على شهادة الدكتوراه يدرك أشياء دقيقة جدا ومهمة في مجاله لا يعرفها الشخص الذي حصل على شهادة الماجستير في نفس التخصص. مع أن سنوات الفرق بين الشهادتين قد تكون 3 سنوات 4 سنوات، نفس الفرق بين الابتدائية والمتوسطة، ولكن القيمة كم تختلف؟ الفرق بين مرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة كم هو؟ فرق عادي، ليس فرقا مهما جدا، ولكن الفرق
بنفس فترة السنوات بين المراحل العالية فرق كبير جدا. لماذا؟ لأن هذا مرحلة البداية، تلك مرحلة القمة، في القمة كل خطوة إضافية لها قيمة كبيرة جدا. أنت، لا أقول أنت، هو ضيع يوما من عمره، يوم واحد فقط، لا أقول سنوات، هذا فوت على نفسه يوما في القمة، كم الضرر يكون؟ اليوم في القمة قيمته كبيرة جدا. هو يقول أنا فوت يوما في الابتدائية، لا، كان بإمكانك أن تصل إلى قمة بسبب تفويتك، قمة كان بإمكانك أن تصل إليها، لا أقول قمة القمم، هناك قمة لكل شخص يتمكن أن يصل إلى هذه القمة، لو كنت قد استفدت من هذا اليوم الواحد كنت تصل إلى القمة، فوتت على نفسك تلك القمة، سوف لا تصل إلى تلك القمة لأنه ضيعت يوما. هذه الأمور تبنى على تلك البدايات. وهذا يكون في كل أبعاد حياة الإنسان. مثلا الإيمان، البعض يؤجل الإيمان، سوف أؤمن، الآن اقتنع أؤمن خلاص، لا أفكر أشوف أراجع. قصة ذلك الشخص قصة مشهورة، اقتنع بالإسلام، جاء ليسلم على يد النبي صلى الله عليه وآله، خدعه شخص، انتظر لا تستعجل، قال لا بأس سوف أذهب أأتي ببعض القبائح التي كان يأتي بها لمدة سنة، بعد سنة سأأتي وأسلم أؤمن على يد النبي صلى الله عليه وآله. راح خلاص مات. أحيانا لا تدرك غدا، لماذا تؤجل الإيمان؟ سوف، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، سوف يعني ماذا؟ ممكن أن تموت ميتة جاهلية. حتى لو أدركت يوم غد توفق أم لا، لا تعلم ماذا يحصل بك، لا تعلم، ممكن أن لا توفق حتى لو أدركت اليوم، وفقت، هاتان مشكلتان، كلامنا ليس عن هاتين المشكلتين، فرضا أدركت غدا ووفقت للإيمان في غد، أنت ضيعت على نفسك القمة. لو كنت قد آمنت اليوم كنت تصل إلى مرحلة فوتها على نفسك تلك المرحلة، هذه خسارة كبيرة جدا. الشيطان شيطان، الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان مرة واحدة لا يأخذ بيدك ويقفز بك، لا، خطوة خطوة يأخذ يد الشخص يسيره يذهب به خطوة خطوة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو واضح، لماذا تمشي معه؟ هذه من خطوات الشيطان الخطيرة جدا. عندك مجال، سوف تؤمن، على الأغلب سوف لا تدرك ذلك اليوم، على الأغلب إذا أدركت سوف لا تؤمن، لا توفق، لو آمنت فرضا ضيعت على نفسك قمة، وهذه القمة أثرها كبير جدا في مجال الإيمان. في مجال العلم مشكلة المشاكل، غدا أدرس، غدا أتعلم، غدا أطالع، غدا أقرأ، وفرضا أدركت يوم غد، وفرضا وفقت للمطالعة،
وفقت للمراجعة، ضيعت على نفسك القمة، هذا ماذا تصنع به؟ بين قوسين، إحدى الفجائع التي نعيش فيها، الفجائع العلمية التي توجب تأخر البشرية، توجب تأخر البشرية، تضييع أعمار الطلبة في أمور لا يحتاجون إليها. 12 سنة تضيع في أشياء لا يحتاج الشخص إليها. مرحلة الابتدائية، مرحلة المتوسطة، مرحلة الثانوية، يعلمون للطلبة ماذا؟ مجموعة من المعلومات التي بالتأكيد سوف لا يحتاج إلى أكثر من 90% منها. لماذا؟ لماذا هذا التضييع؟ شخص يريد أن يكون طبيب مثلا في مجال القلب، أو يراد له أن يكون طبيب في مجال القلب، يدرس الجغرافيا، تفاصيل عن الجغرافيا، يدرس تفاصيل عن الحساب التي لا يحتاج هذه التفاصيل، بعض الأمور البدائية من الحساب كل شخص يحتاج إليها، يدرس كيفية استخراج الجذر التربيعي، يدرس تاريخ هو في غنى عنه، تاريخ الأمم، تاريخ حكام بلاد فارس الساسانيين، تاريخ حكام بلاد أوروبا الرومانيين، تاريخ حكام مصر القديمة الفراعنة. ما هي فائدة هذه المعلومات لهذا الشخص الذي يريد أو يراد له أن يكون طبيب في مجال القلب؟ يدرس الهندسة، تفاصيل عن الهندسة، لا يريد أن يكون مهندسا، لا يحتاج إلى هذه التفاصيل. لا أقول الأمور الابتدائية التي يحتاجها كل شخص، يدرس تفاصيل عن الحضارات وهكذا. 90% من هذه المعلومات لا يحتاجها الشخص أصلا. يقولون هذه معلومات عامة، معلومات عامة عند مجال إذا أراد أن يتعلمها فيما بعد يطالع، شيء ليس في مجال تخصصه. والدليل على ذلك، الآن اسألوا أي شخص، أي شخص، كم من هذه المعلومات التي تعلمها في هذه السنوات 12 كم من المعلومات الآن يتذكرها؟ لا يتذكر، أكثر من 90% منها غابت عنه، ما استفاد منها في كل عمره ولا مرة واحدة، أكثر من 90% من هذه المعلومات. اسألوه، اختر 9 أشخاص 10 أشخاص، اسأل منهم كيفية هذه الأمور السهلة، لا أقول التفاصيل اللي أكثر من هذا، كيفية استخراج مساحة الدائرة، اسأل من 10 أشخاص 9 منهم سوف لا يعرفون كيف تستخرج، مسألة جدا بسيطة، مع أنها إجمالا محل حاجة الإنسان. أحيانا بعض الناس يشترون أراضي، أحيانا الأراضي تكون دائرية، المتخصص يحسب لي الأرض خلاص، أنا لا أريد أن أكون مهندسا. الشعاع في نفسه ضرب 3.14، من يتذكر؟ أنا لأني عندي هوايات في مجال الحساب أتذكر، ما أحتاجها. لماذا يضرب في 3.14؟ 99% من الناس لا يتذكرون، لا أقول 90%، اسألوا، اسألوا 100 شخص، حساب مساحة الدائرة، الشعاع في نفسه، شعاع نصف القطر، الشعاع في نفسه في 3.14 بالتحديد. لماذا هذا العدد؟ الدائرة كانت كبيرة كانت صغيرة لا فرق، هذا العدد من أين جاء؟ لا يعرفون.
يتبين أن هذه المعلومات ما كانت محل حاجة الشخص، لماذا يضيع عمره في هذه المعلومات؟ اسألوا 10 أشخاص عن خطوط الطول ودوائر العرض، من منهم يتذكر؟ لماذا خطوط الطول 360 خط ودوائر العرض 180 دائرة؟ لماذا؟ كل خط عن خط درجة، والأرض بيضاوية، لماذا؟ هذه بدائيات القضايا، تعلمنا في هذه المراحل تفاصيل البدائيات لا نتذكرها، أكثر الناس لا يتذكرونها لأنها ليست مع الحاجة. الملك الساساني الفلاني، الملك الروماني الفلاني، متى ولد، متى كذا، من يتذكر؟ تضيع أكثر من 90% من أعمار في هذه الفترة العمرية الثمينة جدا. تعلمون الذكاء في أعلى درجاته، الحافظة في أعلى درجاتها في هذه الفترة، لا يلزم أن يتعلم هذه المعلومات معلومات عامة. على حساب ماذا؟ على حساب تضييع القمة على هذا الطبيب، طبيب القلب مثلا، أقول طبيب القلب أو أي تخصص، لو كان من السادسة يبدأ بهذا المجال كم كان يتطور، كم كان المستقبل زاهر للبشرية لو حسبنا كل هذا العدد الكبير من الطلبة وهذا التضييع الكبير، كم كان يتطور البشر في معلومات عامة لا يحتاجها، بالتأكيد 90% منها لا يحتاجها. تضيع يوم خطأ علميا، العالم الفلاني بدأ في السادسة من عمره، طبعا يكون عملاقا، طبعا يصبح المحقق النراقي. أنا بدأت بعد السادسة بسنتين 3 سنوات، لا أتمكن أن أكون مثل المحقق النراقي. القمة تحتاج إلى تراكم، لا أتمكن أن أصل إلى ذلك المستوى. الفقيه الفلاني أدام الله ظله الشريف تعمم وهو في 9 من عمره، يعني متى بدأ؟ يعني بدأ لابد في 6 أو 7 من عمره، طبعا يكون عملاقا. في 20ات عمره يكتب كتابا بمستوى فقهاء كبار، طبعا بدأ مبكرا. ناهيك عن التوفيقات الإلهية بسبب التقوى، أن لا أنكر تلك الجوانب، ولكن بدأ مبكرا، طبعا يكون عملاقا، يصل إلى درجة. فرضا أنا بدأت في 12 من عمري، لا أتمكن أن أكون مثله. 5 سنوات الفارق، يوم واحد الفرق كبير. في المجال العلمي التأخير في المجال العلمي يفوت عليك قمة. لا تقل الآن تأخرت يوما واحدا، يومين، أسبوعا، لا، ضيعت على نفسك وصولك إلى قمة كان بإمكانك أن تصل إليها، لا تصل إلى هذه القمة. ثالثا في المجالات العملية، الإيمان، العلم، العمل، غدا سوف أعمل هذا العمل الصالح، غدا سوف أترك هذا العمل القبيح، هذا العمل القبيح. لماذا غدا؟ من رأى غد ثم لو رأيت غد هل توفق أم لا؟ لو وفقت ضيعت على نفسك القمة في مجال العمل. لحظات حياتك هذه ثروة هائلة الله عز وجل أعطاكها. أحد الفقهاء السابقين رضوان الله تعالى عليه كان حريصا، لا أقول على ساعات عمره، لا أقول على دقائق عمره، كان حريصا على ثواني عمره مرارا. رأيته يأخذ قلما يكتب، القلم ليس سلسا يعطيه، يطلب قلما ثانيا ليكتب، يريد قلما سلسا، ما كان يبحث عن أشياء ثمينة أبدا، كان بالعكس زاهدا في هذه الأشياء، ولكن يريد أن يكون القلم سلسا
لأن القلم إذا لم يكن سلسا يضيع عليه، يريد أن يكتب حرفا يضطر أن يكتب هذا الحرف مرة ثانية، هذا تضيع ثانية وثانية وثانية، تجتمع الثواني تكون وقتا كبيرا. يجد قلما سلسا يكتب، بمجرد أن القلم يصل إلى حد معين يبدأ يعطل، فورا يترك القلم يأخذ قلما ثانيا. كان إذا استيقظ في منتصف الليل بمجرد الاستيقاظ يجلس يأخذ كتابا يطالع، ما كان يتقلب في الفراش. في الفراش الآن استيقظ، بعد دقيقة يأتيه النوم مرة ثانية، هذه دقيقة يجلس يطالع، جاءه النوم نام مرة ثانية. أحيانا في ليلة واحدة مرات عديدة كانت تحدث له هذه الحادثة، يستيقظ الإنسان أحيانا في الليل، في كل مرة كان يستيقظ يأخذ الكتاب يطالع، دقيقة نصف دقيقة دقيقتان، لماذا أتقلب في الفراش؟ هذه تجتمع. كان حريصا على لحظات عمره، طبعا يحقق شيئا كبيرا يصل إلى قمة. قد يكون غيره من بعض الجوانب، قلت الجوانب الروحية أنا لا أنكرها، تأثير التقوى تأثير هذه الجوانب لا شك فيه، ولكن قد يكون غيره في المجال العملي كان يتمكن أن يكون بهذا المستوى، ما كان بهذا المستوى لأنه كان يضيع اللحظات، اللحظات تصير دقائق، الدقائق تصير ساعات، الكمية تكون كمية كبيرة. في المستقبل يتبين لماذا يوفق لكتابة مئات من الكتب، لأنه كان حريصا على لحظات عمره. ليس حديثي عن هذا الموضوع، الزواج، تأجيل الزواج، إن شاء الله بعد أسبوع، إن شاء الله بعد شهر، إن شاء الله بعد سنة، لماذا؟ سنة لا تؤثر، نعم تؤثر في مستقبلك، أنت كان بإمكانك أن تنجب أولادا وأحفادا وتشرف على تربيتهم بمقدار السنة تضيع إشرافك على أولادك أو أحفادك إذا تزوجت متأخرا. عمرك المكتوب لك 80 سنة مثلا، بدل أن تتزوج في 20 من عمرك تزوجت في 21 من عمرك، ضيعت السنة على مستقبل أولادك. كان بإمكانك أن تكون مشرفا على ابنك إلى حد 50، تكون مشرفا عليه إلى حد 49، يعني ضيعت عليه سنة، هذا تضييع أم لا؟ وهذا التضييع تضييع كبير. في المستقبل ابنك يحتاج إليك، وأنت في هذه السنة الزائدة لا تكون معه. مثلا أقول هذا بحساب الأعمار، تأخير الزواج، لماذا تؤخر الزواج؟ الآن وقت زواجك، الآن تزوج، الآن الآن، لا أقول الآن بعد الشهر، الآن الآن الإمكانيات موجودة، الوضع كذا، حصلت على بنت المؤمن كفء المؤمنة، والمؤمنة كفء للمؤمن، تزوجها خلاص. التأجيل، التأجيل لماذا؟ هذا موضوع. كلمة المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه التي نقلتها لكم في بداية حديثي، فيها كلمات المولى، فيها دقائق لا تحصى. الإمام صلوات الله عليه يشير في هذه الكلمة إلى مشكلة رابعة فقط أشير إليها. فرضا أدركت يوم غد، فرضا وفقت لنفس العمل في يوم غد، فرضا تناسينا المشكلة الثالثة أنك ضيعت على نفسك القمة، هناك مشكلة رابعة. أصلا أقول لك إذا فوتت شيئا سوف لن، لا أقول لا، أقول لن، إذا أخرت شيئا سوف لن تدركه إلى آخر عمرك. لا، أنا أخرت شيئا أمس اليوم عملت بهذا الشيء، لا ما عملت، عملت لا ما عملت، أنت عملت عمل اليوم
ما عملت عمل أمس، عمل أمس فاتك، عملت مثل عمل أمس، مثله لا هو. هذه فرصتك الفعلية أنت عملت فيها، أنت استفدت من ماذا؟ من تلك الفرصة؟ لا، تلك الفرصة راحت، استفدت من هذه الفرصة. يا أخي أنت كنت تريد أن تذهب إلى زيارة مريض في يوم الجمعة، فوتته بدون أي سبب، تضيع عمر. في يوم السبت ذهبت إلى زيارة ذلك المريض نفسه، أدركت ما فاتك؟ لا، ما أدركت ما فاتك. تلك كانت زيارة مريض في يوم الجمعة، هذه زيارة مريض في يوم السبت، فارقكم. زيارة المريض في اليوم السابق راحت، فرصة ذهبت، هذه فرصتك الجديدة، حصلت لك فرصة أخرى في يوم السبت، استفدت من هذه الفرصة الجديدة. لاحظ المولى صلوات الله عليه ماذا يقول؟ يقول لا تؤخر عمل اليوم إلى غد، وأمضي لكل يوم. الإمام يستخدم حرف، بهذه الحرف يعطي معنى كبير. وأمضي، أتمم، أدي. وأمضي لكل يوم عمله، هذا العمل عمل هذا اليوم، لا عمل أي يوم. كم الكلمة جميلة، روعة. وأمضي لكل يوم، أنفذ، أتمم، لكل يوم عمله، عمل ذلك اليوم، راح راح إلى آخر عمرك راح. هذا ماذا نصنع به؟ لا تؤخر عمل اليوم لغد، قاله الكرار، فاسمع، تعتمد، هذا من صالح دنياك وآخرتك، تكون معتمدا. أمضي في أيامك الأعمال قد، لا ترى يوم غد أصلا أبد. الشاعر يشير إلى جانب مما ذكره المولى صلوات الله عليه. كلام المولى أعمق وأكبر مجالا وأوضح. سارعوا وسارعوا، هناك آية سابقوا تلك في المسابقة، هذه الآية في المسارعة. وسارعوا إلى مغفرة، لا تحصل على المغفرة فقط، سارع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، أن يجنبنا معاصيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.